هل يحق للرجل أن يمنع زوجته أن تذهب لزيارة أهلها؟ بس هل في الحقيقة إنه الأخ بالبراء نكأ جرحا في هذا السؤال، لأنه إحنا في عندنا كوارث في هذا الجانب، جانب اللي هو إيه قطيعة الرحم، خاصة لما يحدث خلاف بين الزوج، لما يحدث خلاف بين الزوج ونسائبه، فبالتالي بده يسحب هذا الخلاف على زوجته، على أولاده، ممنوع تروحي، ممنوع تيجي. بلا شك هذا الرجل آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعليه فلا يجوز للإنسان المسلم أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها. هو بدهش يروح براحته، لكن هي بدها تذهب إلى رحمها، بدها تذهب إلى والدها، إلى والديتها، تزور إخوتها، فليس له ذلك، وهو آثم إذا ما فعل ذلك. لكن إحنا لو خيرت، أنا بتكلم الآن من باب المصالح والمفاسد، لو خيرت المرأة بين أهلها وزوجها، بلا شك تختار اللي هو الزوج. وأنا بقول دائما للأهالي: أهم شيء إنه البنت تكون مبسوطة ومرتاحة. اليوم هي بتجيش، اليوم أنتم ممنوعين من الذهاب إليها، غدا إن شاء الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن لو وترنا الأمور وعملنا مع جوز البنت مشاكل وطلقها، أين تذهب هذه البنت؟ في النهاية ستصبح مطلقة وترتمي في وجوه أبوها وإمها وإخوتها. لكن أنا بقول خلاص، أهم شيء تكون مبسوطة، وفي المستقبل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير. نعم، بارك الله فيك دكتور سمير. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب حر.